la vienne, c'est tout la vienne. والله انسحاب الكتلة الصدرية تعتبر نوع من الديمقراطية ودليل على ضعف الحكومة وقلة خدماتها وكثرة الاعتقالات التي تقوم بها الاحتلال. طبعا هو انسحاب الكتلة الصدرية يعني بشكل عام يأثر على المستوى الخدمي والواقع الصحي بالنسبة للعاصمة بغداد وكل المحافظات الباقية. نؤيد خطوة مقتدى الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر بانسحاب الوزراء من الحكومة. صحيح يعني الحكومة ما قدمت النشي، انفجارات قاعد نشوف، خدمات ماكو.